الاهلي وسيراميكا كليوباترا. ماتش هيكون ماتش كوره حلو على فكره. سيراميكا عندهم لعيبه كويسه، كان مروا بموسم الحقيقه سيء، لكن المباراه اللي فاتت مع تولي كابتن حلمي طولان الفرقه حصل انتعاشه كبيره كده في الاداء، رغم ان هم خسروا الماتش، انما انا اتفرجت على المباراه الحقيقه، عملوا مباراه كبيره وكانوا الطرف الافضل فيها تماما في كل شيء. عدد محاولاتهم على المرمى كان كبير جدا، جنش تألق قدامهم تألق غير عادي، ولولا الحقيقه كان ممكن سيراميكا يطلع كسبان الماتش كتير. في تنوع في الـ في الـ في, الـ في الهجوم، هم يمكن اكتر حاجه متمركزين عليها عمق الملعب، لكن بيلعبوا باكتر من شكل في عمق الملعب، مش بنمط واحد او مش كره واحده اللي بيلعبوا عليها طول المباراه. محمد ابراهيم كان في احسن حالاته في الماتش ده، وصل المهاجمين اكتر من مره للجول. هم بيعتمدوا دايما على محمد ابراهيم ان هو يوصل المهاجمين بكور على الارض ما بين قلوب الدفاع، ويقطع احمد ياسر ريان في ظهر المدافعين ويروح على الجول، او ليهم لعبه تانية برضو بيلعبوها كتير، والحقيقه برضو هم مميزين فيها ان هم بيلعبوا الكره الطويله على نقطة الجزاء، بيطلع أحمد ريان يا إما بيلعبها بدماغه في الجول يا إما يسندها للي جاي عشان يشوط، سواء صلاح محسن من الناحية الشمال أو ميدو جابر من اليمين. بيوصلوا للمرمى كتير، بيهددوا كتير، يمكن ما كانوش موفقين قدام. أنا بتكلم عن ماتش اللي فات تحديدا لأنه أول ماتش الكابتن حلمي طولان، وإحنا هنلعب قدام كابتن حلمي، فما بنتكلمش على الماتشات اللي قبل كده في الدوري، يعني الفيوتشر المركز الثاني. فالحقيقه هم قدموا اداء مميز جدا، عندهم مشكله في الارتداد الدفاعي، ما بيرتدوش بسرعه لو الكره معاهم، وهم خسروا الماتش بسبب كره زي دي، هجمه مرتده ما قدروش يرجعوا بسرعه فاستقبلوا هدف، دي اكبر مشاكلهم. عندهم مشاكل ما بين الظهير والباك، وسواء من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال، هم بيعتمدوا على احمد بيكهام الماتش اللي فات كان بيلعب ناحيه الشمال كظهير ايسر، واحمد هاني ناحيه اليمين، وقلبين الدفاع اللي هم سيف تقى و رجب نبيل. ففي مشكله شويه في البطء وفي التغطيه العكسيه، فكانوا اتضربوا منها مره او مرتين خلال المباراه، لكن معظم الوقت هم كانوا مستحوذين، معظم الوقت هم اللي بيوصلوا على مرمى فيوتشر وبيهددوا، وكانت فرص خطيره جدا، يعني الفرص اون تارجت كمان كانت كتير، كان في تالق غير عادي من جنش. فانا ما اظنش ان هي هتكون مباراه سهله، لكن في الاخر الاهلي خلي بالك كنت عدلت معاهم في الدور الاول صحيح، لكن الاهلي الحقيقه بيمر برضه بفتره كويسه، وان شاء الله نكون موفقين في المباراه. يعني ايمن، انا بالنسبه لي صعوبه الماتش لان سيراميكا بيحاول، يعني طبعا اول مباراه مع كابتن حلمي طولان قدام فريق بينافس خسروها في الدوري، لان المباريات دي بالنسبه لهم هي النقطه فيها بتساوي يعني حياه، لان سيراميكا زيه زي البنك الاهلي، واحد وثلاثين نقطه، زي اسوان، زي غزل المحله، قريب من الداخليه، قريب من طلائع الجيش. فالنهارده كمان هو كان بيلعب فيوتشر، دلوقتي بيلعب النادي الاهلي، هو عارف ان النادي الاهلي عنده مباريات مؤجله مع منافسين مباشرين ليه، زي البنك الاهلي مثلا، زي الاسماعيلي، زي حرس الحدود، زي يعني النادي الاهلي لسه ممكن يعطل له الفرق دي، فهو هيحاول ان هو يطلع من مباراه النادي الاهلي بمكسب. فاكيد دي هتبقى فيها صعوبه من للمباراه. فريق لو هنستعرض برضو ارقام فريق سيراميكا بشكل عام هذا الموسم ونزود عليها، يعني من خلال الاحصائيات بتاعتهم، هو السنه دي هم مرنهم، يعني كابتن حلمي طولان ده ثالث مدرب معاهم، كابتن احمد سامي كان معاهم 15 مباراه، بعد كده معين الشعباني 13 مباراه. دي احصائيات العامه بتاعتهم السيزون ده. بص كابتن اسلام، الاكسبكتد جولز بتاعتهم كتير، يعني هم بيروحوا على المرمى كتير، لكن هم ما بيترجموش ده الاهداف، يعني هم نسبه اهداف النهارده سجلوا 27 جون من 28 مباراه، ده يعني عدد قليل من الاهداف طبعا. استقبلوا نفس عدد الاهداف، ولكن يعني راح عليهم 50 فرصه هدف محقق، دخل منهم 27، فبرضه يعني نسبه كويسه دفاعيا، لكن هم هجوميا فريق يعني رغم انه بيروح كتير ما بيسجلش. دقه تمريراتهم النسبه العاديه، بس دقه التمريرات الطوليه عندهم دي زي ما صبري كده بيقول، هي دي نسبه تعتبر بنعتبرها عاليه، يعني حتى في مباراه فيوتشر هي كانت الدقه بتاعته في مباراه فيوتشر بس في التمريرات الطوليه حوالي 45%، فهم بيلعبوا على الكرات الطويله دي كتير. فريق جايب 10 اهداف من ال 27 دول بضربات الراس، فده معناه ان هم بيلعبوا كور عرضيه او طوليه بيجيبوها كتير كتير. هم اكتر فريق، هم اسوان اكتر فريق عنده لعيبه جابت اجوان بضربات الراس، فدي نقطه، وهم حتى سجلوا فينا من ركله ركنيه الماتش بتاع 1-1 بتاع بيكهام.
فالنهارده دي نقط هو هيحاول يلعب عليها، هيلعب على الكور الثابته لان هو مع النادي الاهلي ممكن ما يبقاش عنده فرصه استحواذ، فهو بيضرب ازاي؟ عنده الكره الطويله في المرتده، يا اما لو جات له كره ثابته يلعبها بضربه راس. احمد ياسر ريان واحد من هدافين الفرقه، 7 اهداف. عندهم برضو ميزه غاب فتره طويله من الموسم، وده من الحاجات اللي اثرت على سيراميكا بالظبط. عندهم حاجه كانوا برضو مميزين فيها السنه اللي فاتت رغم نتائجهم، هم الفريق بتاعهم الفريق اللي عندهم لعيبه بترقص كتير وبتعدي، يعني النهارده محمد ابراهيم واحد من اللعيبه اللي هم بيسموه في الدريبلينج، هو تاني اكتر لعيب عمل مراوغات صحيحه في الدوري بعد الياس لاعب المصري، هو السنه اللي فاتت فضل لحد اخر سيزون وافضل لعيب اكتر لعيب بيرقص. عندهم محمد عنتر بيعمل نفس الموضوع، عندهم مثلا محمد شكري، لا عندهم يعني عندهم مجموعه جدا محمد شكري لو جاهز مثلا كلعيب في الباك الشمال من اكتر اللعيبه اللي عملت صنعت اهداف في الدوري، الراجل صنع 5 اهداف يعني علي معلول بتاعهم مثلا كده. هي فرقه جيده مع الكابتن حلمي طولان، كان راجل متمرس في الدوري وخد فرق كتير في نفس الموقف بتاع سيراميكا وعدى بيهم، فالنهارده اكيد الماتش هيبقى صعب مع ان كابتن حلمي طولان بيبقى عنده ضغوطات في ماتشات الاهلي للبعض اللي دايما يقول له هو انت ما بتخسرش غير قدام الاهلي وبتكسب ما اعرفش ايه، عايز يكسب فاكيد اكيد كل ده هيتجمع ان الراجل عايز يخرج بنقطه، النقطه دي ممكن تقعده يعني ممكن تخليه مطمن وممكن بعد كده يقعد في الدوري. هو طبعا موقفه صعب في الدوري، هو الماتش 31 نقطة بالنسبه له بكره على فكره، انا من ضمن الحاجات اللي انا شايفها انه هيبقى الماتش صعب على الاهلي موقف سيراميكا، وان سيراميكا محتاج النقط في ظل انهم في حوالي 4 أندية عندهم نفس الرصيد وكلهم قريبين من الهبوط، عنده لعيبه كويسه جدا. الاهلي بيفكر في ماتش الوداد، وماتش الوداد بالنسبه له اهم، فيقول لك انا فرصه دلوقتي اقدر ممكن احقق نتيجه، واظن ان هو هينزل يعني بيهاجم وفتح الجيم. هي فرقه اصلا مش دفاعيه، هي فرقه بتلعب كوره، بتلعب كوره جدا وبتهاجم، وعندهم لعيبه حريفه كتير، عندهم سرعات في خط الهجوم كويسه جدا، ميدو جابر من اليمين وصلاح محسن واحمد ريان، وعندهم لعيب بيقدر يوصل لو في حالته زي محمد ابراهيم. صحيح يعني محمد وعنتر لعيب كويس. صحيح، فهم عندهم سرعات كبيره قدام، ميدو جابر لعيب كويس، سرعات ومهارات عاليه قدام. صحيح. فعندهم القدره ان هم يصنعوا فرص، فعشان كده انا الحقيقه شايف ان الماتش بكره مش هيبقى ماتش سهل يعني. اخيرا مين اللي هيكسب بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله الاهلي.